هذا سائل سوداني علي نصر الدين مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز تخصيص قراءة سورة معينة من القرآن الكريم مثلا في صلاة الفجر؟ أنا أقرأ ما يتيسر لي من القرآن، وبعد ذلك أقرأ سورة ياسين والواقعة والرحمن وتبارك، هل يجوز هذا التخصيص مع العلم بأنني منتظم في قراءة جزئين من القرآن؟ لا يجوز تخصيص هذه السور بصفة دائمة، لكن إذا قرأها أحيانا فلا بأس بذلك، أما المداومة عليها بعد الصلاة فإن هذا غير مشروع، وإنما الذي ورد أنه يقرأ بعد الصلاة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذا الذي ورد أنه يقرأ بعد كل صلاة، خصوصا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. وأما قراءة غير هذه السور وهذه الآية فهذا لا تجوز المداومة عليه وترتيبه بصفة دائمة. نعم.